مسا مسا على كل عشاق دحيح الافلام. فيلمنا النهارده اسمه جريت وايت، وبيحكي عن اخطر قرش ابيض موجود في المحيط وهو بيحاصر 5 اشخاص بعد ما هاجم الطياره بتاعتهم وسبب في غرقها، وهما بيحاولوا ينجوا بحياتهم ويرجعوا لليابسه مره تانيه. ما تيجي نشوف. بيبدا الفيلم مع واحد وحبيبته وهما بيقوموا عند شاطئ جزيره، وكانوا بيستمتعوا بوقتهم في شهر العسل بتاعهم، ولكن وقتها البنت بتاخد بالها ان في قرش في الميه، ولكن جوزها ما كانش عاوز يقلقها وكان بيحاول يهديها ويفهمها انه مفيش حاجه، ولكن البنت كانت مصممه ان في قرش وراهم. واخيرا بيقدر يشوفوا حبيبها وبيعرفها انهم لازم يرجعوا للمركب في اسرع وقت قبل ما القرش يخلص عليهم هما الاثنين. وهنا بيطلعوا يجروا بسرعه يحاولوا يوصلوا للقارب بتاعهم قبل ما القرش ياكلهم، والمسافه بينهم وقتها وبين القرش كانت صغيره جدا، وكانوا هما بيحاولوا يسرعوا من حركتهم على قد ما يقدروا علشان ينجوا بحياتهم، ولكن حبيبها مش بيلحق يوصل والقرش بياكله. والبنت كانت منهاره بتعيط عليه، ولما كانت بتحاول تدخل في القارب وتحمي نفسها بتتخبط في المركب وهنا بتقع في الميه، والقرش بياخدها هي يتعشى بيها بعد ما اتغدى بحبيبها. وبعد كده بنروح لجزيره تانيه، وهناك بنشوف تشارلي وحبيبته كاز، والاتنين كانوا بيقضوا كل وقتهم مع بعض وكانوا بيدوبوا في دباديب بعض وكانوا مقررين يتجوزوا قريب. وقتها الاتنين كانوا عايشين في بيت على الجزيره، وكان تشارلي عنده طياره بحريه وكان بيطلع بيها رحلات وكان بيقدر يهبط بيها على الميه بشكل طبيعي. وبنعرف ان تشارلي وكاز الاتنين عندهم شركه صغيره للرحلات البحريه علشان يقدروا يكسبوا فلوس عن طريق الرحلات البحريه اللي بيعملوها للسياح اللي جايين يتفسحوا على الجزيره. في يوم من الايام في واحد اسمه جو بيتصل على تشارلي وبيطلب منه يعمل له رحله بحريه، وده لان جو كان عاوز يعمل مفاجاه لميشيل مراته اللي كانت بتحب البحر وبتعشقه. وهنا تشارلي ما بيصدق علشان يكمل سيراميك شقته بيوافق على الرحله، وبيتفقوا يقوموا بيها تاني يوم. وتاني يوم تشارلي وكاز بيروحوا عند الطياره بتاعتهم علشان يسخنوا الموتور قبل الرحله. وقتها كان في مساعد طباخ اسمه بيني، وده كان مع تشارلي من زمان وبيطلع معاه كل الرحلات علشان يكون هو اللي بيعمل الاكل لكل السياح اللي بيطلعوا مع تشارلي على الطياره. وبعد كده بيوصل جو ومراته ميشيل، وتشارلي وكاز بيستقبلوهم، وبعد كده بيقعدوا يشحنوا الطياره بكل الاكل والشرب اللي هيحتاجوه طول رحلتهم. والرحله وقتها كانت مدتها ساعه ونص بس، وبعد كده كل حاجه بيكون جاهزه وبيقفلوا الابواب وبيطير تشارلي بيهم وبيعدوا فوق المحيط علشان يستمتعوا بالطبيعه. وقتها هم كانوا حابين التجربه الجديده المختلفه. وقتها الواد بيني حب يخوفهم وعرفهم انهم هنا في المحيط ممكن يلاقوا اسماك قرش كتيره جدا، وهنا بيقلق الواد جو بسبب خوفه الكبير من البحر وطلع قلبه قلب خصايه جبان. وهنا تشارلي بيتدخل وبيحاول يطمنهم وبيعرفهم ان اسماك القرش مش موجوده في المكان هنا لان ده موسم الهجره بتاعهم، وكان هدفه يطمنه علشان قرشين الرحله ما يطيروش منه. وهنا طمنه اكتر تشارلي وعرفه انه قبل كده اتعض من سمكه قرش في رجله وقت ما كان باحث للاحياء البحريه. وهنا على العكس جو بيخاف اكتر وبيقلق وبيكون نفسه يرجع للشط مره ثانيه. وبعد كده بيروحوا على نفس الجزيره اللي الاتنين ماتوا عليها في اول الفيلم، ولما نزلوا بداوا يقربوا من بعض، وكاز كانت بتحكي لميشيل عن سفينه غرقت هنا قريبه من الشط، وكانت بتعرفها ان السفينه دي كان عليها 8 بحاره، ولكن فضلوا وقت كبير في المحيط تايهين، والسبع منهم ماتوا وواحد بس اللي فضل عايش ورجع، علشان كده شاطئ الجزيره ده سموه شاطئ الجحيم. وبعد كده كل واحد فيهم بياخد حبيبته بيتمشى بيها على الشط. وهنا البنت كاز بتعرف تشارلي جوزها انها حامل، ايوه عندهم بيجيبوا العيال الاول عزيز الدحيح وبعدين بيتجوزوا. وهنا فرحت تشارلي وعرفها انهم لازم يتجوزوا بقى وكفايه دلع لحد كده، ولكن وقتها البنت كاز كانت خايفه من الطفل الجديد لانها ما كانتش عارفه ازاي هتقدر توفق بين تربيه الطفل وبين الشغل مع تشارلي. وهنا تشارلي عرفها ان كل حاجه هتكون كويسه وهو هيشتغل وهيقدروا يصرفوا على الواد وعليها ومش هيحرمها من حاجه، وهيديها كل فلوس التموين ليها لوحدها تصرف على البيت زي ما هي عاوزه. وبعد كده بيني بيجي ليهم وهو خايف ومرعوب زي ما تكون حصلت مصيبه، ولما بيروحوا معاه بيلاقوا ميشيل قاعده على الارض مرعوبه ومنهاره وبتعيط. ونشاوروا على جثه الشاب اللي القرش اكل نص جسمه بعد ما الامواج طلعتها على الشط، وده كلهم بيقلقوا بيكونوا خايفين. وتشارلي بيبدا يفتكر قصته القديمه مع القرش اللي طمع في رجله، ونجو كان عاوز يرجعه ويبعده عن الشط. وبعد كده كاز بتلاقي موبايل الشاب اللي مات وبتفتحه بصباعه، ونتشارلي اتصل بخفر السواحل عن طريق لاسلك الطياره علشان يجوا يعرفوا المصيبة اللي حصلت في المحيط،
وهنا لما بيشوفوا صور حبيبة الواد اللي مات بيفكر بيني ويا ريته ما فكر ان ممكن البنت تكون عايشة على المركب اللي معاهم وتكون خايفة ومش عارفة ترجع لوحدها. وهنا تشارلي بيقرر انهم يعملوا عملية بحث عليها من فوق المحيط بالطيارة بتاعته، وهنا جو بيعرفه انه ملوش علاقة بكل ده وهو لازم يرجع، واللي بيحصل ده المفروض يقوم بيه خفر السواحل مش هما. وهنا تشارلي بيقرر على كلامه، لكن جو بيتخانق معاه لانه هو مأجر تشارلي بالطيارة بتاعته لمدة ساعة ونص فلازم يسمع كلامه هو، ولكن تشارلي مش بيهتم بيه ومش بيعرف يعمل جو حاجة معاه. وبعد كده بيركبوا الطيارة وبيبدأوا يعملوا عمليات بحث كتيرة فوق المحيط علشان يلاقوا المركب بتاعهم، وقتا كانوا خايفين وقود الطيارة يخلص، ولكن تشارلي طمنهم وعرفهم انه عنده احتياطي في الطيارة يكفيهم 45 دقيقة. وبعد كده بيفضلوا يدوروا على المركب وبتقدر ميشيل تشوفه في المحيط، وهنا بينزل تشارلي على الفور وبيهبط بالطيارة على البحر. وهنا بيلاقوا المركب مقلوب، ولكن هم ما كانوش عارفين هل البنت جوه المركب ولا لا. وهنا بيني بيقرر ينزل في المحيط وبيدخل المركب علشان يعرف في حد جوه ولا لا. وقتها بيترعب بيني لما بيشوف البنت جوه المركب، ولكن القرش اكلت جزء كبير جدا من جسمها. وهنا بيخرج بيني على الفور وهو مرعوب وبيندم على اليوم اللي فكر ينزل فيه. وهنا بيطلع بيني على الطياره عندهم مره تانية وبيحكي اليوم اللي شافه وهو مرعوب وخايف، وهنا بيقرروا يرجعوا مره تانية على الشط لانهم عملوا اللي عليهم وزياده خلاص. وهنا اول ما كانوا خلاص هيطيروا بتيجي سمكه القرش وبتهاجم الطياره، وبيقع بيني في البحر، وهنا الميه بتبدا تدخل الطياره وهم كانوا بيحاولوا يخرجوا منها. وهنا حاول تشارلي يطير بالطيارة ولكن كان صعب، وهنا طلعوا قارب الانقاذ اللي اتنفخ وبدأوا يطلعوا على القارب بعد ما جمعوا من الطيارة كل الاكل والشرب اللي هم محتاجينه. وبعد كده حاولت تشارلي يتصل بخفر السواحل علشان ينقذوه، ولكن وقتها اللاسلكي كان باظ ومش بيعرف يتصل بيهم. وبعدها بيطلع يجري على الفور وبيركب معهم القارب المطاطي علشان ينقذ نفسه من الغرق مع الطيارة. وبعد كده شافوا الطيارة جنبهم وهي بتغرق وما كانوا في القارب والامواج بتاخدهم شمال ويمين، ومش عارفين يتصرفوا ازاي ولا يعملوا ايه علشان يعدوا الكارثة اللي هم حطوا نفسهم فيها. هنا الصمت بيسود بينهم وكل واحد فيهم كان بيحاول يفكر في حجم الكارثة اللي هم بقوا فيها بسبب قلة التفكير منهم من البداية، ده غير انهم مش مزودين بشكل كافي لانهم كانوا عاملين حسابهم على ساعة ونص بس. وقتها تشارلي كان بيفكر يعمل ايه، لان خفر السواحل لما يوصلوا للمكان اللي هو قالوا ليهم هتكون الامواج حركتهم غصب عنهم ومش عارفين هيوصلوا لحد فين، وكان خايف يتوه في البحر وخصوصا ان الليل قرب ومفيش مراكب انقاذها تقدر تدور عليهم بالليل. ونشل عرفوا منهم قدامهم مسافة حوالي 150 كيلو لحد ما يقدروا يوصلوا لأقرب شاطئ يقابلهم وفي مجازفة كبيرة مستنياه. وتتشل قال لهم يمكن على بكرة بالكتير نكون وصلنا لأقرب شاطئ، وكان بيحاول يطمنهم على قد ما يقدر وبيحاول يخليهم ينسوا فكرة القرش بشكل كامل علشان محدش يفقد عقله من الرعب. وبيطمنهم اكتر وبيقولهم ان اكيد سمكة القرش خلاص بعدت عنهم. وبعد كده قرروا يقسموا التجديف بينهم في اتجاه الرياح، وبدأ هو تشارلي ومعاه كاز بالتجديف، وطول الوقت ده كانت سمكة القرش وراهم وبتراقبهم وكانت ناوية على هجوم تاني قريب. وبعد كده كاز بتقعد تتكلم مع ميشيل وبتعرف منها ان جو بيخاف من المية لانه زمان وهو صغير كان هيغرق، ومن وقتها وهو عنده فوبيا من البحر. وبعد كده وهم بيجدفوا خافوا وترعبوا لما حسوا ان القارب بيتهز وكانوا فاكرين سمكة القرش تحتهم، ولكنهم بعد كده بيطمنوا لما بيعرفوا ان اللي كان معدي تحتهم دولفين صغير. وبعد كده عرفوا من تشارلي انه باقي حوالي 130 كيلو ويوصلوا لاقرب شط، ولما بيجي الليل بيكونوا تعبانين وعطشانين جدا لان وقتها ما كانش معاهم غير ازازة مية واحدة بس. وقتها كانوا قلقانين جدا على المية وكانوا خايفين على نقصها اكتر من خوفهم من الحبر، وده بسبب انهم مش عارفين هيخرجوا امتى من البحر وازاي هيقدروا يوفروا ليهم مية تانية. وبعد كده لما بيجي الليل كان تشارلي وكاز بيريحوا شوية ونايمين علشان يقدروا يستجمعوا قوتهم مرة تانية، وكان جو مراته ميشيل بيجدفوا، ولكن مراته ميشيل بتنام على نفسها وبيقع منها مجداف في المية. فلما بيقلق جو بيتخانق معاهم لان مجداف واحد مش هيخلي سرعتهم كبير، وهنا بيولعوا الكشاف وبيشوفوا المجداف في الميه. وقتها ما كانش فيه حل قدامهم غير انهم يحاولوا يرجعوا المجداف مره تانيه، لان بمجداف واحد صعب يعرفوا يتحركوا بسهوله وده هيطول من مدتهم في البحر. وهنا تشارلي بيقرر ينط في الميه ويجيب المجداف اللي وقع منهم، ولكن هنا كاز خافت عليه وبتنط هي في الميه قبله وبتروح علشان تجيب المجداف، وبتنجح انها تجيب المجداف، ولما كانت راجعه بتظهر ليها سمكه القرش وراها وبتبدا تطاردها. وهنا بدات تقوم بسرعه كبيره جدا علشان تحاول تطلع على القارب،
الكاتب قبل ما توكن السحور اللي يتسحر بيه سمكة إلير، وعلى آخر لحظة بتقدر تطلع كاز على القارب وبيحضنها تشارلي وكان يموت من الخوف عليها، وهنا قدروا يقتنعوا ان سمكة القرش هتفضل وراهم لحد ما تخلص عليهم كلهم. بعد كده كاز وميشيل بيغيروا لبسهم علشان يحموا نفسهم من البرد، ولكن بيني وتا كانت عينه على البنت ميشيل، وجو كان ملاحظ كده ولكنه ما كانش بيتكلم ولا بيعمل مشاكل، انهم مش ناقصين مشاكل اكبر من اللي هم فيها. وهنا الواطي بيني بيارد على ميشيل يساعدها تغير لبسها، ولكن جو قام وضربه وكان هيرميه في الميه، وحاولت شارلي يهدي جو ولكن ما هديش، وحذر بيني انه يقرب من مراته ميشيل مره ثانيه، ولكن كان بيني بيجح وهنا رمى جو في الميه. وهنا حاول بيني يرجع للقارب وهو خايف، وهم كانوا بيمدوا له ايديهم علشان ينقذوه، ولكن هنا بتيجي سمكه القرش وبتنقض على بيني وبتاخده وجبه عشاء خفيفه لحد ما تتكتك للبيت كلهم ازاي. ونامت كاس تخني مع جو، لكن تشارلي هداها لانهم مش ناقصين مشاكل وفيهم اللي مكفيهم. وقتها كانت ميشيل متجنبة جو، وجو كان واخد جنب لوحده وحاسس بالندم بسبب اللي هو عمله بعد ما كان السبب في موت بيني. بعد كده المطر بيمطر عليهم وبيملوا ازايز الميه بميه المطر، وبعدين تشارلي بيشوف الادوات اللي معاهم اللي تساعدهم في انهم يمروا من الازمه اللي هم فيها، وهنا شاف معاه خنجر وحبل ومسدس استغاثه. وهنا قرر تشارلي انه يقتل سمكه القرش بنفسه بدل ما تفضل وراهم طول الطريق ويتخلص عليهم، وهنا كان لازم تشارلي يكون قريب من سمكه القرش علشان يقدر يغرس الخنجر في الجزء اللي بين عينين القرش اللي موجود فيها مخ القرش علشان يقتلها ويخلص عليها. وهنا كاز معرضه الفكره دي وعرفته انها خطيره جدا وممكن يموت، ولكن تشارلي عرفها ان مفيش حل تاني. وسط ما هما بيتجادلوا بتيجي سمكة القرش وبتقلب لهم القارب من تحت، وبيقعوا تاكلهم في المية، ولكنهم بيجروا ناحية القارب بسرعة وبيعدلوه وبيطلعوا عليه بسرعة قبل ما سمكة القرش تهاجمهم. ولكن جوي ما بيقدرش يطلع عندهم بسبب انه بيخاف من المية، وبيفضل واقف مكانه وهم بيحاولوا يمدوا ايديهم علشان يمسك فيها ويطلع، ولكن بتيجي سمكة القرش من تحته وبتنقض عليه وبتاكله وبيموت. وميشيل وقتها كانت منهارة وحزينة عليه، وهم حاولوا يهدوها علشان يعرفوا يتصرفوا في اللي جاي. وبعد كده بيظهر ليهم جوي مره تانيه من وسط الميه وبيكون لسه عايش، ولما بيحاولوا يقربوا منه علشان ينقذوه، ولكن بترجع سمكه القرش مره تانيه وبتخلص عليه المره دي بقى بشكل نهائي، وده بيزيد حصره ميشيل اكثر واكثر. وبيجي تاني يوم، وقتها ميشيل كانت تعبانه نفسيا وبقت منهاره رسميا، وعقلها بدا يروح منها، وكانت قاعده على جنب لوحدها ومش بتتكلم مع حد ولا بترد عليهم. وقتها كاز حاولت تهديها علشان تقدر تسيطر على نفسها مره تانيه ويقدروا يفكروا كويس ازاي ممكن ينقذوا نفسهم. وهنا بدأت ميشيل تهدى مرة تانية، ولكن هدوءها ما استمرش كتير لأن هنا ظهر ليها سمكتين قرش وكانوا بيحوموا حواليهم. وهنا فهمت شارلي إن السمكة الأولى جابت صاحبها لأنهم بيحبوا يصطادوا في مجموعات. وهنا مسك المجدف وحاول يطعن الجزء الخلفي لحد منه في سمكة القرش علشان يقتلها، ولكن هنا القروش بدأت تنزل تحت سطح البحر وما بقتش تظهر ليهم علشان ما يعرفوش مكانها. وبعد كده بتيجي سمكة القرش وبتزق القارب وبتقع كاس في المية، ولكنها بتقدر ترجع مرة تانية للقارب بسرعة قبل ما القرش تقرب منها مرة تانية. وبعد كده بدأوا يرتاحوا شوية، وهم نايمين بدأ القارب المية تدخل جواه، وبالتالي كانوا لازم يخرجوا منه في أقرب وقت علشان يقدروا ينجوا بحياتهم وما يغرقوش معاه. ولما بيقلقوا من نومهم بيعرفوا حجم الكارثة اللي هم بقوا فيها، ولكن بعدها خدوا بالهم انهم خلاص وصلوا عند شاطئ، وهنا كانوا فرحانين جدا. وهنا بدأوا يتجدفوا بشكل سريع علشان يقدروا يوصلوا للشط وهم يموتوا من الفرحة، وهنا رجع سمكتين القرش مرة تانية. وهنا صمم تشارلي على قتل القروش، وهنا طلع مسدس الاستغاثة وعرف كاز ان الطلقة واحدة من المسدس ده داخل فم القرش او من عينيها هيموتوها. وهنا عرف كاز انها لازم تقتل القرش وقت ما هو يغرز الخنجر في راس القرش التاني. هما نزلوا هما الاتنين في المية من القارب علشان القروش تقرب عندهم ويقدروا ينفذوا الخطة بتاعتهم. وهنا الواطية ميشيل بتستغل الفرصة وبتنط في المية وبتحاول توصل للشط بسرعة. وفي الوقت ده كان تشارلي ومعاه كاز بيغطسوا تحت المية ومستنيين الفرصة علشان يقتلوا القرشين. وهنا قرش بيقرب منهم، وعلى الفور كاز بتضربه بالمسدس في بقه، وهنا بيستغل تشارلي الوضع وبينط على راسه وبيبدا يغرس الخنجر في راسه عدد كبير لحد ما بيقدروا في الاخر انهم يقتلوا اول قرش. وقتها كانت البنت ميشيل وصلت خلاص عند الشط وطلعت على صخره جنب سفينه غرقانه قريبه من الشط، وسمكه القرش كانت جنبها، ولكن بتروح بعد كده عند تشارلي وكاز علشان تاخد بطار السمكه اللي ماتت. وهنا بتيجي سمكه القرش وبتنقض على تشارلي اللي مش بيلحق يضربها بالمسدس لان السمكه وقتها خدته وغصت بيه تحت في عمق المحيط. وهنا فضلت كاز تدور على تشارلي وهي منهاره وبتعيط عليه، وبتطلع تجري تروح عند ميشيل بسرعه وبتطلع جنبها على الصخره، وميشيل بتساعدها تطلع معاها. وبعد كده ميشيل بتسال كاز عن تشارلي، ولكنها
بترفن سمكة القرش خلصت عليه وبتترمي في حضنها وبتعيط، وبعد كده بتيجي ليهم سمكة القرش مرة تانية وبتهاجمهم هما الاتنين، وهنا بيقعوا هما الاتنين في المية، وعلى الفور بترمي شيل تسبح ناحية الشط اللي كان باقي ليها مسافة قريبة جدا وتوصله، ولكن كاس بتغطس تحت في المية علشان تستخبى جوه السفينة الغرقانة. وهنا القرش بيوصل عند كاز، ولكن كاز كانت عاملة ليها كمين علشان تقدر تخلص عليه وتقتلها، وهنا اتحشرت سمكة القرش في مكان ضيق بين الحديد. وقتها كانت كاز محتاجة تخرج، ولكن الأكسجين كان بيخلص ومش قادرة تتنفس، ولكن بتيجي هنا ليهم ميشيل وبتدعم كاز بالأكسجين علشان تفضل على قيد الحياة وما تموتش. وبعد كده بتجيب كاز حديدة وبتضرب بيها حديدة عملاقة زي الخنجر فوق راس سمكة القرش علشان تقع عليها وتموت ويخلصوا منها، وبالفعل الخطة بتنجح والحديدة بتقع على راس سمكة القرش وبتخترق جسمها كله، وهنا بتموت أخيرا سمكة القرش. وبيطلعوا هما بسرعة على سطح المية، وبعد كده بيقوموا بسرعة كبيرة جدا لحد ما بيتمكنوا من الخروج من البحر، وبيطلعوا على الجزيرة أخيرا بعد ما عاشوا أسوأ أيام حياتهم في عرض البحر مع سمكتين قرش أشرس من حوت الأوركا. وبيخلص هنا الفيلم، أتمنى يكون عجبك. ما تبخلش علينا باللايك تشجيع لينا علشان نستمر ونقدم لكم الأفضل دايما، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول، واستنونا في أفلام كتيرة جاية قريب، وأشوفكم على خير ومع السلامة.